بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدارسنا دار الثقافة الأهلية، أرحب بكم من جديد مع مادة الرياضيات ومع دروس الفصل الثالث الذي هو بعنوان الطرح. نبدأ مع بعض الدرس. أدي هنا الفصل الثالث مع الدرس الرابع. طيب الدرس الرابع موضوعه إيه؟ موضوعه طرح الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام. يعني من ثلاثة أرقام؟ قلنا من ثلاثة منازل، يعني أحاد، منزلة أحاد، وعشرات، ومئات، مع إعادة التجميع. يعني ما معنى كلمة إعادة التجميع؟ أي الاستلاف. جميل جدا. طيب فكرة الدرس، فكرة الدرس تدور حول أطرح أعدادا، ها، كل منها يتكون من ثلاثة أرقام. قلنا ثلاثة أرقام أي ثلاثة منازل، أحاد وعشرات ومئات، مع إعادة التجميع أي الاستلاف. جميل. أستعد. مع كل من سعاد وفاطمة وعبير ورق ملون، كم يزيد عدد الأوراق الملونة التي مع فاطمة على عدد الأوراق التي مع سعاد؟ مهم. هذه هنا موجود جنب منها ورق ملون، الاسم، عدد الأوراق. سعاد مع كم؟ 79. طب وفاطمة مع كم؟ 265. هو عاوز ايه؟ ايوه، يريد كم تزيد فاطمة، الأوراق التي مع فاطمة على الأوراق التي مع سعاد. جميل جدا. طبعا احنا تناولنا في النشاط السابق ان هو احنا قلنا إعادة التجميع اللي هو إعادة الاستلاف. تعلمت ان اعيد تجميع العشرات، واعادة تجميع المئات تتم بنفس طريقة تجميع العشرات. نبدأ مع بعض بقى حل المسألة. هنا بيقول لك كم يزيد عدد الاوراق الملونة التي مع فاطمة على عدد الاوراق التي مع سعاد. نعمل ايه؟ لمعرفة ذلك اجد ناتج 265 ناقص 79. الخطوة الأولى أطرح الأحاد. هنا هنقول 265 ناقص 79، هنا هنقول الأحاد. 5 ناقص 9 لا أستطيع أن أطرحها، ما ينفعش يا أستاذ، لا أستطيع أن أطرح 9 أحاد من 5 أحاد. طب هنعمل إيه؟ هنروح نستلف من العشرات. إذ العشرات كام؟ 6، خدنا منها 1 صارت كام؟ 5. طب خدنا الواحد بكام؟ ب10، نزود ال10 على ال5 اللي هي الأحاد صارت كام؟ صارت 15. يبقى هو أعيد تجميع 10 واحدة ب10 أحاد ويصبح عدد الأحاد 5 أحاد زائد 10 أحاد يساوي 15، 15 أهو. طيب وبعد كده نطرح 15 ناقص 9 يساوي كام؟ يساوي 6. جميل جدا. بعد كده أعتقد الخطوة الثانية أطرح العشرات. يبقى هنا العشرات كام؟ العشرات هنا 6 ولا 5؟ الله، ممتاز، 5. هنقول له 5 هنا عشرات ناقص 7 عشرات، يبقى لا، يقول لك لا استطيع ان اطرح 7 عشرات من 5 عشرات. طب هنعمل ايه؟ هنروح على المئات نستلف منها. طب المئات 2 هناخد منها 1 صارت كام؟ 1. وهناخد الواحد المئات بكام؟ ب10 عشرات. هنزود ال10 عشرات على ال5 تصير كام؟ 10، تصير 15. يبقى هنا جميل جدا، يبقى هنا 5 عشرات زائد 10 عشرات يساوي 15. اطرح بقى 15 ناقص 7 ها كام؟ جميل، هنا كام؟ 8. يبقى اطرح 15 10 ناقص 7 عشرات يساوي 8 عشرات. جميل جدا. يبقى ادي هنا الخطوه الثانيه طرح العشرات. طب الخطوه الثالثه اطرح المئات. المئات هنا كام المئات؟ المئات هنا 1. طب هنا ما في مئات، يبقى صفر، يبقى هنقول واحد مئات، وهنا ما في مئات صفر ينزل الواحد، يبقى هنا اطرح واحد مئات ناقص صفر مئات يساوي واحد مئات. يبقى اذا ايه بقى؟ اذا 265 ناقص 79 يساوي 186 ورقة. يبقى اذا ايه؟ اذا عدد الاوراق الملونة التي مع فاطمة يزيد ب 186 على عدد الاوراق الملونه التي مع سعاد. طب ننتقل مع مثال اخر من واقع الحياه، برضو اطرحه مع عدد التجميع اي مع الاستلاف.
مع أحمد 350 ريالا، فإذا تبرع لجمعية خيرية ب 179 ريالا، فكم ريالا بقي معه؟ لمعرفة كم ريالا بقي مع أحمد أجد ناتج 350 ريالا ناقص 179 ريالا. الخطوة الأولى أطرح الآحاد زي ما عملنا في المثال، كما فعلنا في المثال الأول. هنقول كم؟ هنقول 350 ناقص 179. هنا هنقول 0 ناقص 9 ما ينفع. لا أستطيع أن أطرح 9 ريالات من 0 أحد. هنعمل إيه؟ هنروح نستلف من 5 جنب العشرة. خدنا من 5 1 صارت كام؟ صارت 14. طب هناخد الواحد بالعشرات بكام؟ ب 10. هنزودها على 0 صار كام؟ 10. هنقول 10 ناقص 9 كام؟ يبقى هنا 1. جميل. يبقى أطرح 10 ريالات ناقص 9 ريالات يساوي كام؟ يساوي 1 ريال. جميل جدا. الخطوة الثانية هي أطرح العشرات. هنطرح هنا العشرات. العشرات هنا 5 ولا 4؟ لا 4 يا أستاذ. يبقى هنقول 4 ناقص 7 ما ينفع. يبقى لا أستطيع أن أطرح 70 ريالا اللي هي العشرات من 40 ريال. يبقى هنعمل إيه؟ هنروح نستلف من المئات. المئات كام هنا؟ 3. هناخد منها 1 صارت كام؟ 2. وناخد الواحد المئات بكام؟ ب 10 عشرات. نزودها على 4 عشرات تصير كام؟ يبقى تصير كام؟ تصير 14. تصير كام؟ 14. 14 10 بكام؟ ب 140. يبقى هنقول 14 ناقص 7. نحط السبعة في مخي ونعد لين عقب السبعة لين نصل 14. عقب 7 8 9 10 11 12 13 14 7. يبقى 14 ناقص 7 كام؟ يساوي 7. جميل جدا. يبقى هنا عندما اطرح 140 ريالا ناقص 70 ريالا يساوي 70 ريالا اللي هي الايه؟ السبعة هنا في العشرات ب 70. بعد ذلك الخطوة الثالثة اطرح المئات. المئات هنا كام؟ المئات صارت كام؟ 2. وهنا المئات كام؟ 1. يبقى هنقول كام؟ 200 ريال ناقص 100 ريال يساوي كام؟ يساوي 1. يبقى اذا الناتج كام؟ يساوي الناتج كام؟ ايوه 171 ريال. يبقى اذا ايه؟ اي انه يبقى مع احمد. يبقى مع احمد كام بقى؟ بعد تبرعه للجمعيه هيتبقى معاه كام؟ ايوه 171 ريالا. ممتاز. جميل جدا. ننتقل بقى لاتاكد وحل المسائل. جميل. خد بالكم معايا. اجد ناتج الطرح ثم تحقق من اجابه المثال 1. 391 ناقص 178. هنطرح الاحاد من الاحاد الاول زي ما تعلمنا. الاحاد من الاحاد والعشرات من العشرات والمئات من المئات. 1 ناقص 8 ما ينفع يا استاذ. يبقى هنعمل ايه؟ هنروح نستلف من العشرات التسعه. اهو هنروح نستلف منها. خدنا من العشرات 9 خدنا منها 1 صارت 8. ناخد الواحد نزوده الواحد بقى نزود الواحد العشرات على الواحد اللي حصل كام؟ صارت 11. ممتاز. يبقى هنقول 11 ناقص 8 يساوي كام؟ الله 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 ممتاز. صح. إجابة صحيحة. 3 إجابة صحيحة. وبعدين نطرح العشرات من العشرات. 8 ناقص 7 8. أيوه ممتاز. 8 ناقص 8 7 1. ممتاز. جميل جدا. ها و 3 ناقص 1 يساوي كام؟ الله الله ممتاز يساوي 2. إجابة صحيحة. يبقى الناتج كام؟ 300 وناتج 213. طب عاوز أتحقق من إجابتي؟ نجمع الاثنين دول لتحت. 178 زائد 213. إذا طلع لي الناتج اللي فوق يبقى إذا إجاباتي صحيحة. تمام كده؟ جميل جدا. ننتقل للمثال الثاني. أجد ناتج الطرح. 542 ناقص 167. ها هنطرح لحد من حاجة. 2 ناقص 7 ما ينفع يا أستاذ. طب هنعمل إيه؟ هنروح للتلف من الإيه؟ من العشرات الأربعة خدنا منها صارت 3 على طول. طب هناخد الواحد العشرات ب 10 نزود على 2 صارت كام؟ 12. 12 ناقص 7 كام؟ الله الله. جميل جميل. ايوه ممتاز. ايوه 5 صح. إجابة صحيح. وبعدين 3 العشرات صارت 3. 3 ناقص 6 هنا ما ينفع. هنعمل ايه؟ هنروح نستلف من المئات. المئات خدنا منها 1 5 هناخد منها 1 صارت كام؟ الله صارت 4. طب الواحد بايه؟ في المئات ب 10 عشرات هنزوده هنا على 3. ايوه صارت 13. ممتاز. يبقى هنقول 13 ناقص 6 يساوي كام؟ هنحط 6 في مخي ونعد عقب ال 6 لين نصل لل 13. ايوه ممتاز. كام؟ احسنت احسنت ممتاز. 7 اجابه صحيحه.
يبقى بعد كده بعد ذلك ننتقل الى طرح المال. 4 نقص منها 1، 4 في المئة هنا نقص منها 1 هنا صارت كام؟ صارت 3. اجابه صح، يبقى يكون الناتج كام؟ 375. طب عاوز اتحقق من اجابتي نجمه، ها 167 زائد 375، اذا طرح لي الناتج الاولاني يبقى انا كده صح، اجابتي صحيحه. المثال الثالث، ها اطرح، ها 317 ناقص 198، ها هنطرح لحد من الاحد، 7 ناقص 8 ما ينفع يا استاذ، هروح نستلف من مين؟ من العشرات، هناخد اخذنا من العشرات الواحد صار كام؟ صفر، هناخد الواحد العشرات على 7 صارت كام؟ صار 17، 17 ناقص 8 نحط ال 8 فوقي ونعد لين عقب ال 8 لين نصل لمين؟ لل 17، عقب ال 8 كام؟ 9 10 11 12 13 14 15 16 17، كم على ايدي دول؟ كم على ايدي؟ 9، اجابه صحيحه، ممتاز، اجابه صحيحه. هنا نطلع بعد كده العشرات من العشرات، 0 ناقص 9 ما ينفع يا استاذ، هروح نستلف من مين؟ من المئات الى الثلاثه، تصير كام؟ 2. طب وخدنا هنا الواحد للعشرات صارت كام؟ على 0 صارت 10، مظبوط، يبقى 10 ناقص 9، 10 ناقص 9 كام؟ ممتاز 1، جميل جدا. واثنان نطرح بعد كده المئات من المئات، اثنان ناقص واحد واحد، اصل الناتج كام؟ 119. طب عاوز اتحقق من اجابتي نجمع 198 زائد 119، اذا طلع لي اذا كان الناتج 317 يبقى انا كده اجابتي صحيحه، جميل جدا. ننتقل لبعد ذلك، اتاكد وفر محمد 852 ريال هذا العام، وكان قد وفر 755 ريالا في العام الماضي، فكم ريالا وفر في هذا العام زيادة على العام الماضي؟ جميل، هنطرح 852 ناقص 755، المثال اهو، هنطرح على حد من الاحاد، 2 ناقص 5 ما ينفع، ايوه جميل، هروح نستلف من الخمسة للعشرة صارت كام؟ صارت 4، وناخد الواحد العشرات ب 10 نزودها على 2 صارت كام؟ صارت 12، 12 ناقص 5 كام؟ الله الله، ممتاز ممتاز ممتاز، صح، إجابة صحيحة 7، إجابة صحيحة. ها طب بعد كده نطرح العشرات، ها 4 عشرات ناقص 5 ما ينفع، نروح نستلف من المئات، ها هنستلف من المئات ال 8 هنستلف منها 1 صارت كام؟ صارت 7، طيب والأربعة هتصير كام؟ هنزود عليها 10 صارت كام؟ 14، إجابة صحيحة. تعال بعد كده 14 ناقص 5 يساوي كام؟ نحط الخمسة في مخي ونطبق يدي ونعد عقب الخمسة لين نصل لمين؟ لل 14 يساوي كام؟ الله ممتاز، صح، إجابة صحيحة 9. طيب 7 ناقص 7 هنطرح المئات من المئات، 7 ناقص 7 كام؟ 0، إجابة صحيحة. يبقى الناتج كام؟ 97، جميل، يبقى هنا وفر زيادة كام؟ 97 عن العام الماضي. ننتقل إلى التحدي، أشرح لزملائي ماذا يحدث للعشرات عندما أعيد التجميع مرتين. يعني هنستلف من العشرات ونستلف من المال، نعمل إيه؟ هنقول هنا إيه؟ 10 واحدة يعاد تجميعها لعشر أحاد، ثم يضاف إلى العشرات الباقية 10 عشرات أخرى من المئات، 10 واحدة يعاد تجميعها لعشر أحاد، ثم يضاف إلى العشرات الباقية 10 عشرات أخرى من المئات. هذا نقول قد انتهينا من الجزء الأول من شرح درس طرح الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام مع عدد التجميع، وننتقي إن شاء الله مع الجزء الثاني وحل مسائل تدرب، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.